بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده واحد حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. احنا البرنامج بتاعنا الاسترتشي بتاعته بيتكلم في ثلاث محاور. يعني انتوا لو تلاحظوا كل الفقرات بتاعتنا في مدار السنتين اللي فاتوا واحنا بنتكلم في ثلاث مواضيع. الثلاث مواضيع هم اللي مبني عليهم اساس الصحه بتاعت الانسان. عشان كده لما جينا نتكلم في مثلث الصحه اللي هيتعرض قدامكم دلوقتي على الشاشه، مثلث الصحه ده بيتكلم في ثلاث محاور. بنتكلم على الغذاء رقم واحد وحسب الترتيب بتاعهم، بعد كده بنتكلم على الرياضه، وبعد كده بنتكلم على الدواء. الدواء يجي في المرتبه الثالثه. يعني انت لو بتهتم بغذائك كويس وبتحافظ على الرياضه، ومش شرط انك تلعب رياضه عنيفه، هتلاقي الدواء انت ممكن في بعض الاحيان ما تحتاجش للدواء، او ممكن تقلل في جرعات الدواء خاصه في الامراض المزمنه. والثلاثه دول بيرتبطوا بالحاله النفسيه، علشان كده هتلاقي معظم فقراتنا بيتكلموا في الثلاثه دول. لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت احنا ربطنا ما بين الرياضه وما بين الغذاء، وكان معانا الدكتور وليد استشاري التغذيه العلاجيه، واتكلمنا على موضوع العلاقه ما بين الغذاء وانعكاسه على الحاله البدنيه بتاعه الشخص. وانا على المستوى الشخصي اتبسطت خلال الاسبوع اللي فات، لقيت اكتر من برنامج رياضي متخصص ابتدى يتناولوا الموضوع ده ويجيبوا ناس اخصائيين تغذيه علاجيه، والفرق الكبيره في مصر عندهم اخصائي تغذيه علاجيه. يعني ده يوضح فعلا اهميه الغذاء وعلاقته بالرياضه. ولكن انا بس عايز اوضح حاجه، احنا هنا مش بنتكلم في الغذاء في المراحل العمريه الكبيره، انا نفسي الغذاء ده يبقى بنبتدي بيه من اول يوم. علشان كده الفتره اللي جايه احنا هنبتدي كده في اول خمس دقايق دايما ندي معلومه غذائيه او ثقافه غذائيه. هنتكلم على الغذاء، ايه مفهوم الغذاء، وايه العناصر الاساسيه في الغذاء، وايه التاثير السيء للغذاء. في ساعات ممكن تاكل اكل يجيب لك تاثير سيء للغذاء، وهنعرف تقسيمه الغذاء، هنعرف يعني ايه الكربوهيدرات، وهنعرف يعني ايه البروتين، وهنعرف يعني ايه الدهون، هنعرف الاملاح المعدنيه والميه، هنتكلم عن حاجه اسمها الفاست فود، يعني ايه الاغذيه السريعه، وهنتكلم عن انعكاس ذلك عن السمنه، الاثار السيئه. على فكره من ضمن الاثار السيئه للغذاء انت ممكن تلاقي واحد حنيف قوي، او واحد العكس، دي نوع من برضو المشاكل اللي بتواجهنا في الغذاء. يعني احنا في الاخر احنا محتاجين يبقى عندنا ثقافة غذائية، لأن احنا لو عندنا ثقافة غذائية ده هينعكس على صحتنا، وبالتالي هينعكس على كل مظاهر الحياة بتاعتنا. لأن انت النهاردة، واتفقنا وقلنا كده في الحلقة اللي فاتت، النهاردة مدى تقدم الشعوب يقاس بحاجتين، الحالة الصحية والنظام التعليمي. وتيجي الحالة الصحية، لأن انت لو صحيح بدنيا بالتأكيد انت هتبقى صحيح ذهنيا، وده ينعكس على مدى، لان من ضمن هنعرف برضو من ضمن مظاهر سوء التغذيه ان يبقى عندك القدره التحصيليه في العلم بتتاثر. وهنعرف يعني ايه كلمه سوء تغذيه، ويعني ايه الغذاء الصحيح، امتى اقول ان ده غذاء صحيح وامتى ما اقولش ان ده غذاء صحيح. وهنضرب امثله، احنا هنعيش معاكم فتره طويله قوي في موضوع الغذاء، لان فعلا اكتشفنا ان الغذاء ده هو الاساس. وحتى احنا لما جينا نستعرض مثلث الصحه حطينا الغذاء على راس الهرم، لان انت لو بتاكل كويس وبعد كده بتهتم برياضتك ده هيخليك قد في بعض الاحيان ما تلجاش للدواء. عشان كده اساس التغذيه علمونا يقول لك ايه، ان سوء التغذيه يؤدي للعلاج، او الغذاء قبل العلاج. علشان كده احنا بنهتم الفتره دي بكل ما يهم التغذيه. عشان كده هيبقى معانا الفقره الثالثه، هنتكلم عن الغذاء وايه الحاجات اللي بتحسن الحاله المزاجيه، وايه الحاجات اللي ممكن تاثر على الحاله المزاجيه، ونعرف يعني ايه غذاء. دي الجزء الثاني من برنامجنا النهارده. الجزء الاولاني ان شاء الله بعد الفاصل هنعرف ايه هو الفقره اللي انا ادمنتها، والمخرج عمال يقول لي فاصل فاصل فاصل، وانا مش هخيب له كلمه وهطلع معاه فاصل فاصل ونواصل.